لا تختلف عن اختيارات الرجل، ربما هناك نساء تشتري مني كتب أكثر. هناك فكرة تقول أن المرأة تفضل المكياج على الكتاب، هناك فعلا فكرة تقول أن المرأة هذا تفضل الحجاب عن الكتاب، لكن أنا أشاهد أنه فتيات كثيرات، طالبات جامعة، حتى ربات بيوت يأتون هنا بصراحة يشترون كميات، يعني حتى اكو توصيل مجاني، يعني العفو اكو توصيل محافظات احنا نرسل لهم اياه. طيب، أنا أسمع اليوم المرأة منشغلة في ترتيب بيتها، في وضعها، في حياتها مع أطفالها. هل ممكن أن نراها ما بين أن تكون ربة بيت وقارئة وموظفة؟ يعني هذا الميكس ممكن أن يكون في العراق؟ موجود. انا من مثلا انا كاتبه قصه واعمل وعندي التزامات كثيره جدا في البيت، واكتب واقرا واستمر والاحظ وادخل محاضرات واناقش واستمع، لا ضرر بين امراه واخرى، لا طيب، ضرر. الزوج الآن في العراق، الزوج العراقي يحب المرأة المثقفة أم يشعرها هنالك مرحلة صراع؟ هذا السؤال تسأل لي رجل، لا تسأل لي امرأة شعورك غير كامرأة؟ متزوجة. لا لا، شعور المرأة مو على ست رجاء عموما. حسب الرجل، حسب الرجل. مثلا والدي يحب الامرأة البنت المثقفة، زرع فينا حب الكتابة، حب القراءة، كان يخرج بنا بالمعارض مثلا، يأخذنا إلى شارع المتنبي واحنا كنا صغيرات، فتعلمنا الكتابة من عنده، عنده مكتبة جميلة جدا، طيب، تعلمنا القراءة. حسب نوع الرجل، بيئته، ثقافته، وعيه، هناك حتى الوعي السياسي يفرق عن من رجل إلى آخر، وعي ديني، وعي سياسي، وعي ثقافي، وعي اجتماعي، حسب البيئة اللي تربى بها. طيب.